الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. اي نعم. فلذلك اذا الدار كبيره وخاصه فيها غرف مهجوره، غرف لبن مهجوره بالشوش الواحد منها، كانوا كثير يعني. هلا نحن في بيتنا بالصالحيه البيت القديم كان فيه بير، كل بيوتنا بالشيخ محدين كان فيها بيار. البيار تتغذى من نهر يزيد، تجي المي لعنا اي نعم تتعبى البياره، وكنا نعبي من الفيجي الكباس، نصمد الميات تبع البير ما نستعمله للاخر، فيجي الكباس نستعملها اي نعم، نروح نعبي منها مي اي نعم. كان ابي في له عصاي يحطها على اكتافه فيها جنزيرين وفي تنكتين مي، كان يعبي مي يجيبون على البيت مشان بالنهار اي نعم ناكل ونشرب اي نعم. لك لما انقطعت المي تتذكر، وقد صار له من شيء 6-7 أشهر لما انقطعت، انا ما عندنا مصروف مي نحن ببيتنا. قمت الكرسي الوراني تبع السياره وحطيت خزان مي بسع برميل واربع بيدونات، كل بيدون 25 لتر، كل يوم صار بدي برميل واربع بيدونات. لك بيبقوا ما يصرفوا بيدون بيدونين، هي صارت المي تنقطع وهن صاروا يخسروا ويتخسلوا كل يوم كل يوم. وانا اروح على بساتين الصالحيه عبي بهالمي واطلع لفوق اي نعم، وفضيهم بمضخه لفوق على الخزان لفوق، وثاني يوم روح عبينا مي اي نعم. ما بعرف شو بيصير لبني ادم شو بيصير له اي نعم، بس يحتاج الشغله يا لطيف اي نعم، كون مو شايفها وبيشوفها. كالدار الخاليه من السكان المرتفعه الجدران، او كان الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها. انا كنت خباز، وكان خبازي كلهم شغلهم بالليل، ما كان في خبازي تخبز بالنهار، عند الظهر بعد الظهر بشوي يخلص الشغل، نبلش من الساعه 10 المساء الساعه 11 يبلش شغلنا بالفران، ندشر اهلنا ونروح. إيه سبحان الله، تلاقي يعني الحريم عنا بالنسبه لنا مرت الخباز نص ارمله. يقال بانه رجل عنده عبد كل يوم بده صباط، هالعبد كل يوم بده صباط. بعدين قال لحاله هالزلمه لك شو قصه العبد كل يوم صباط كل يوم صباط، قعد يطلع بهالصباط لك ما خلى جلد حمير وجلد كلاب وجلد وكذا وجلد اي نعم، وشي بيضاين وما يضاينوا معه نهار بيجي هاري. بعدين فهم السيد، راح جاب له صباط صار يلبسه كل ماله يشد، يلبسه كل ماله يقوى هالصباط. قعد العبد يفكر لك شو قصة هالصباط، بعدين فهم انه هذا جلد بني ادم، عم يلبسه بالنهار يريحه بالليل بيقوى، قام لبسه بالليل سلحه بالنهار قام انهرى. فبني ادم شغله بالليل ريحه بالنهار بتلاقي بيهرم على زغر. شوف الخبازي هلا اي نعم، هي شيخي هون خباز وانا خباز اي نعم، بتلاقي على زغر ايش؟ مو الشيخ، الشيخ اللي قاعد هنيك الثاني اي نعم. فلذلك على زغر تلاقي، تعبنا على زغر وهرمنا على زغر اي نعم. إيه؟ حياكم الله يا سيدي. بس ما شاء الله كان عنه مدرس قرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك البيت المخيف اي نعم، او كان الزوج يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها او عمله بالليل، ولم يكن لها ولد او خادمه. في امراه كبيره عنا في السن اختياره، بس كل الناس بيحبوها، يعني عامله مثل مختار عنا، كلمتها ما بتصير تنتين. فقلت لحالي لاجيبها نيمها عندي بالبيت، ما لها حدا، غرفتها صغيره بتنام لحالها، قلت تجي تونس عيالي. جبتها والله لعند العيال، نامت عنا ليله، ثاني يوم قالت لي العيال لا بتجيبها. لك ليش شبها؟ قالت لي لا بتجيبها ما عندي اياها. اسمع نالها حجي الله يكرمك، رجعي على بيتك. نعم. فلذلك يعني المراه يعني لحالها اذا مو اهلها ما بتستانس فيهم. نعم. او تستانس ولم يكن لها ولد او خادمه تستانس بهما، فعليه ان ياتيها بمؤنسه. يا سلام، خاصه اذا ضره. يعني هلا الواحد لما بشوف مرته تعبانه بيقول لها جيب لك ضره تعاوني. اي نعم. ما بتلاقي الا شدت حيلها وفزت وبتساوي قشه وبتنشطه في البيت وبتعزل وبتصير اي نعم ما شاء الله، وكان قويه شو ضره ما ضره. اي نعم. فاذا جيب لها مؤنسه اي نعم، او ينقلها الى حيث لا تستوحش، بياخذها على اي نعم على شقه
يكون حواليها جيران اولاد حلال طيبين، اي نعم تستانس فيهم. والله انا كنت لما اروح على المحافظات كنت نام عندهم، كانوا عندي جيران لهلا طيبات نحن وياهم حبايب، يبعثوا بنتهم تنام عنا. والله انا ما بساويها، والله ما بساويها، يبعثوا بنتهم تنام بفرشتي تونسها لعيالي. ايام يصح لي رجعه بالليل، شيخ في سياره نازله على الشام، نازل لا شلون بدي فوت على البيت وفي بنت نايمه بفراشي، شلون ما بتزبط؟ قال له لا برجع الصبح. اي نعم. فلذلك يعني هي البنت بتأنسها كانت لزوجي، زوجي بتحبها يعني تستأنس فيها، يبعثوها والله تنام عنا. اي والله. يفترض ما يفترض هي او يفرض للمرأة نعم بما تنام عليه من فراش ولحاف. اي طبعا. انا كان عندي طالب قال لي مره، قال لي شيخي، قلت له نعم، قال لي انا ما بأصبر عزابي ولا ساعه، بدك تجوزني واجنبي هو، قال لي ما بأصبر ومصاري ما معي، لا معي نقد ولا معي شيء، بدك تزوجني شلون؟ ما بعرف. جيت عند رجل قلنا له اخي الله يكرمك طالب شريعه بده بنت حلال وما معه مصاري، بتزوجه؟ قال لي بزوجه، خليه يجي يشوف البنت والبنت تشوفه. والله اجى على البيت، اي نعم، فات هو شافه وشافته. اي نعم. الاجانب يعني بيض شعر حلوين يعني، اي نعم، شلون بدك تقول ما بدي؟ اي نعم. فالبنت رضيت وهو رضي، لا عنده بيت ولا عنده شيء، اعطيته فرشتين سفنج والحاف واحد، قلت له تغطى بالحاف واحد انت وياه، ما في داعي الحافي، ومخدتين وصحنين وكاستين ومعلقتين وبريق شاي صغير ودولة قهوة صغيرة، قلنا له هي العفش تبعك، تقبلوا بالعفش؟ قال رضا وبركة من الله سبحانه وتعالى، وتزوج عليهم. هنا تزوج عليهم. رحت زرته، سبحان الله، اي نعم، اولاده من حفظة القرآن، شباب وبنات، اي نعم، تلاقيهم دين وخلق. عزموني على الغداء، انا ما بعرف البنت، بنت طالبه عندي بس ما بعرفها، انا ما بشوف الطالبات تبعاتي كلهم من خلف حجاب. واز بتقول له لزوجها، بتقول له عزوم الشيخ على الغداء. عزمني والله، رحت غديت عنده، فبدي اطلع مع المشايخ، قلت له قل له للشيخ خليه يتم هو بدي اياه. تميت ما لقيتها الا فتحت الباب وفاتت لعندي على الغرفه. اي نعم. الغربه اي نعم بتذبح اصحابها. يعني هي مسكينة بالغربة يعني استأنست بوجودي، وجيت تسلم علي وكذا، وسألت عن أهلها وعن إخواتها وعن إيه نعم، سلمت عليها سبحان الله. إيه نعم. فيعني إذا كان إنسان إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أجى إنسان صاحب دين أعطيه، أما بدك تكون تعرفه يعني، إذا ما بتعرفه للرجل لا تضمنه. ما بتهمني لا لحية ولا عمامة، ولا بيهمني إنه يطج يركع أول صف ورا الإمام، ولا بيهمني شيء، بدي عمله. يعني مرة نحن كنا موجودين، إيه نعم، كنا موجودين مرة في مكان، فقلنا نحن أرض ومعنا فيها ورقة طابو، ورقة طابو أخضر، وإذا درينا إنه عم يعمر على جاي واحد عم يعمر على الأرض تبعنا. فرحت على البلدية تبع القرية تبعهم، قلنا له هذا شلون عم يعمر؟ طلعوا هدوا له. اي والله. قال شيخ يعني زلمة يعني انه الارض لي. قلت له معناتها انتم قاضين منه، انا نازل على المحافظة، بدي اشتكي عليكم او ما اشتكي عليه؟ قال لا تعال نبعث سيارة بتهد له. قلت له ابعثوه خليه صالحنا، طالع بشروش وحاطط عليها متكلف، يعني اخي اشتري منا، اشتري، ما بدنا نهد لك نحن، ما بدنا نأذيك، نحن كنا ناويين نعمر عليه، عمرت انت اعطينا حقا نشتري قرنه بغير قرنه وكذا. قال والله انا شاري من جدكم. اي جد؟ اجى البينه معنا، اشتريت من جدنا، ليش ما فرغت؟ لسه ورقه الطابو معنا. وين الشهود؟ قال الشهود ماتوا. وين الورقه؟ قال والله ما كتبنا ورقه. قال والله يا عمو ما بيمشي الحال.
هيك كلام ما بيمشي معنا. قال تقبل شهادة إمام الجامع؟ قلت له لا. بدي مين يزكي إمام الجامع؟ يا ما في أئمة مساجد، يا ما في ناس بيصلوا، اي نعم، تلاقي أعمالهم برا، كرهان الناس الأئمة لأجلهم، وكرهان الناس أول صف لأجلهم. شو يعني؟ يعني هلأ إذا أنا لابس لفة ولحية يعني أنا صرت أبو حنيفة؟ بدي عملك شو هو؟ ما بدي لفتك أنا، ولا بدي لحيتك، ولا بدي جبتك، بدي منو أنت أمام الناس. أنا بعرف رجل إن عم كان يصلي إمام فينا، رحنا لعنده على البيت، بتقوله عياله على مسمعنا، بتقوله إذا فت على الجنة سكر الباب وراك، لك إذا رحت على الجنة ما لي رايحة معك. وهي كلمة مكفرة، ومع ذلك مسكينة إن عم نقدمه مقاسيها، إن عم ما عاد بدها الجنة كرماله. فوينك أنت إن عم من خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ وينك أنت من المعاملة الحلوة؟ إن عم فالفراش اليوم غرفة نوم، غرفة نوم بيجيب لها غرفة نوم. اي نعم، يعني هلا ما بننام اذا ما في غرفة نوم؟ الطراحة اللي بقعد عليها بالنهار انا نفسها بنام عليها المساء، بيجيبوا لي الحافي ومخدتين، نفسها كنت قاعد بعلمك قاعد على الطراحة، صار المخدتين عن يميني، اول ما بحط راسي على المخدتين بتغطى بالحاف بغفل مباشرة، بغفل لا لي عند حدا ليرة ولا حدا له عندي ليرة، ما لي تار عند حدا، ما لي زعلان من حدا، ما بدي نام دغري. مرة كنت عند رجل بقريته، أعطيت درس على صلاة الصبح، رجعنا لعنده على البيت، ناله من نمنا ساعتين زمان، بعدين نتروق ونفطر، بعدين عنا درس قبل صلاة الجمعة بساعة. جينا نسطح، قال لي شيخي، قال لي أنا بعشر دقائق كون غفلت، فلذلك قال لي بدك تم قاعد لحالك. قلت له عشر دقائق يا رجل؟ أنا بغفل دغري، بس أعمل هيك بنام مباشرة. فلذلك يعني ضروري غرفة النوم. هلا سؤال حمد يشبيني شيخ، عنا نعم رواب نوم مشان الحرمة يكون ماشي من الحرمة، عنا بيجامات للنوم. شو يعني إذا ما في بيجامة ما بنام؟ يعني بنام بنطران غير القميص، شو بيمنع يعني إلا يكونوا طقم واحد يعني؟ إيه نعم، والأهل بيناموا بأي شغلة. إيه نعم، سبحان الله. قال بيقول لك إيه نعم روب نوم، نقول عمو إذا مو روب نوم يعني ما بننام والله بننام. إيه نعم، إذا الفراش والحاف وما تفترشه للقعود على قدر حالهما. يعني في بيوت احيانا بتلاقي فيها طقم كنبايات، في بيوت فيها مد عربي. اي نعم، هلا احيانا مسايت غرفه ضيوف بتتم مسكره على طول، لا يجيك بقى ضيف لحتى تفتحها مشان يفوت. ما بدي الضيف يفوت بعد الغرفه اللي انا قاعد فيها، غرفه القعده، بفوت الضيف بيتم قاعد عندي، شو بيمنع يعني؟ هلا الضيف جاي مشان يشوف الغرفة تبعي ويصورها، يعني جاي مشان اهلا وسهلا. اي نعم، فبس كل ناس ولا تيبها. اي نعم، ولا يسقط عنه ذلك ولو كان لها امتعة من فراش ونحوه. في لها هي غرفة نوم شاريتا بس ما بدها تمدها حرة. هلا نحن عنا بالصالحية بالقديم كان الزلمة المتقدم تبعه غرفة النوم والاغراض اللي بجيبها، يمكن هون كمان هيك عنكم بجيب غرفة النوم بنقدها. اي بس دير بالك اذا قالت لك قوم هيك عن الفرشة عن التخت بدك تقوم، هذا تحتها. اي نعم، والله اليوم بدك تنام على الصوفاية، بدك تنام على الصوفاية، تجي بتنام على التخت غصبا عنها، انت مخالف للشريعة، هذا التخت مو لك هذا. اي نعم، لا بدك تدير بالك. اي نعم، فهي اذا كان في وعليه ايضا ما يلزم لسائر ادوات البيت، كل شيء بالبيت، الطبخ، الأشياء كذا، هو بده يجيبها. وما تتنظف وتتطيب به كمان، نعم الصابون مشان تتحمم، وهذا الشامبو نعم بيتحمموا بشامبو، شامبو على جامبو مدري شو هذا، نعم بتلاقي نعم. فكان عندي قطة بالجامع، فأجت امرأة قالت لي شيخ يعني بدي أجيب لك شامبو هولد أند شولد مدري شو اسمه، قالت لي مشان تحمم القطة. هاي هود الشولد حمام قطة، أنا ما بتحمم فيها. إيه نعم، وكان يجيبوا لها القطة كمان جاتو ليالي، يقعدوا يطعموها جاتو. قال هاي القطة مباركة لأنه ربياني عنا بالجامع، ويعانقوها هيك للقطة ويترجوا الله سبحانه وتعالى أن حاملين القطة، وأنا أطلع عليها حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يثبت علينا العقل والدين. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم.